السلام عليكم. هذا الفيديو ماشي مزيان للقلوب الكراغله الهشاش اللي ما كيبغيو يسمعوا حتى شي حاجه ديال الخير على المغرب والتقدم ديال الصحراء المغربيه في حضن الوطن. فاليوم كنشهد مدينه العيون عاصمه اقاليمنا الجنوبيه فعاليه النسخه 45 للبطوله الافريقيه للانديه البطله في كره الذكور والاناث اللي انطلقت البارح الخميس والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى غاية 19 أكتوبر الجاري. وبهذه المناسبة تمت إقامة حفل بالقاعة متعددة الرياضات، تم افتتاحه على أنغام النشيد الوطني بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل عمالة العيون عبد السلام بقرات ورئيس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية يوسف القاسمي، بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات المشاركة لكرة اليد وفعاليات رياضية. وتميز هذا الحفل اللي عرف مشاركة فرق فولكلورية كتمثل مختلف مناطق المملكة بتقديم الفرق المشاركة، إلى جانب عرض شريط فيديو كيبرز مختلف البنيات التحتية الرياضية اللي كتوفر عليها مدينة العيون كبرى حواضن الصحراء المغربية، الشيء اللي كيمكنها من احتضان أحداث دولية في مختلف التظاهرات الرياضية. وكتعرف هذه البطولة القارية مشاركة 27 فريق كيمثلوا 11 بلد إفريقي، 11 في فئة الإناث و16 في فئة الذكور، من بينها نخبة من الأندية الإفريقية الرائدة كوداد سمارة والأهلي والزمالك المصريين، إلى جانب أندية كتمثل أنغولا وتونس ونيجيريا والسنغال. وكتنافس ضمن فئة الذكور أندية رجاء أكادير، منتدى درب السلطان، ووداد سمارة على التوالي في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة، فيما كيتبارى فريق اتحاد النواصر في المجموعة الثالثة ضمن فئة الإناث، إلى جانب أندية بيترو أتلتيكو لواندا من أنغولا وأندرينزيكو من كاميرون وبيوكس من نيجيريا. وفيما يتعلق بالبطولة الخاصة بالإناث كتعرف مشاركة 11 فريق موزعة على ثلاث مجموعات كتشمل بريميرو أوغوستو من أنغولا وفاب من الكاميرون وأبيجون كوت ديفوار والجمعية النسائية الساحلية من تونس في المجموعة الأولى والأهلي مصر وأوتوهو كونغو وفلاورز إن إس إس من بنين ضمن المجموعة الثانية، فيما كتضم المجموعة الثالثة كل من بيترو أتلتيكو رواندا من أنغولا وأندرينزيكو من الكاميرون واتحاد النواصر من المغرب وبيوكس من نيجيريا. وعرف افتتاح التظاهر الرياضي الإفريقي لكرة اليد حضور رئيس مجلس جهة سيدي حمدي والشري ولد الرشيد وعدد من المنتخبين والقناصين العامين المعتمدين بالعيون والفعاليات الرياضية على المستوى الوطني والدولي وشخصيات مدنية وعسكرية. ونذكروا بأن مدينة العيون احتضنت خلال شهر مايو 2016 فعالية النسخة 32 للبطولة الإفريقية للأندية البطلة ذكور وإناث في كرة اليد وكذلك الكأس الممتازة في هذه اللعبة. إذن مدينة العيون في الصحراء المغربية دخلت للتاريخ وسجلت حضورها في المنافسات القارية وحضور مجموعة من الفرق الصديقة والتي توفر على مصداقية وغياب الكراغلة اللي راهم يفوتوا في أيام كحلة سوداء بجراء هذه العقدة اللي كشعروا بها من ناحية المملكة المغربية والنجاحات ديالها والمكتسبات كتحققها. الحمد لله جميع الترتيبات اتخذت باش هذا العرس الإفريقي يكون في المستوى العالي والمستوى الدولي ويليق بالسمعة ديال اللي كتحظى بها المملكة على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الإفريقي. والحمد لله هذه البطولة اللي تحظى بالرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله واللي كتعرف رقم قياس في عدد الفرق المشتركة على مستوى القارة الإفريقية، 16 فريق في الذكور و11 في الإناث، وكتعرف أيضا حضور الدول العملاقة على مستوى كرة اليد الإفريقية، ذكر تونس، مصر، إثيوبيا، نيجيريا، أنغولا، الكونغو، الكاميرون، هذه دول عملاقة الحمد لله اللي جات باش تلعب على هذا اللقب. الحمد لله اللجنة التنظيمية وكل شركاء في جهة العيون الساقية الحمراء تاخذ جميع الإجراءات باش أن البطولة غتكون ناجحة، وعلى أكيد إن شاء الله غتكون البطولة ناجحة. الرسالة اللي كان بينها بأن الحمد لله مدينة العيون كتسخر بإمكانيات ومنشآت رياضية اللي قادرة تنظم أعلى المسابقات على مستوى القاري والعالمي. كيف تشوفوا اليوم نعيش أجواء احتفالية بمناسبة افتتاح الدور 45 لبطولة إفريقية لكرة اليد، هذه البطولة اللي اختار الاتحاد الإفريقي للمرة الثانية أنه ينظمها في مدينة العيون،
بطوله اللي كتضم مجموعه من الفرق القويه خاصه الانديه المصريه الاهلي والزمالك اللي كيبقاو من اكبر المرشحين للظفر بلقب هذه البطوله هذه. ايضا كنتمنوا انه الانديه المغربيه تنافس على الاقل على الرتبه الثالثه، وهنا كنرشح وداد السماره بحكم انه فريق ينتمي للجهه اللي كنتمو لها، كنتمنوا انه يكون هو ثالث البطوله ولما لا ينافس على الرتبه الاولى. ايضا فيما يخص الاناث فاعتقد ان المنافسه ستحتدم بين الانديه الانغوليه، لان كنعرفوا القوه ديال انديه انغولا في هذا المجال هذا. كاينه مشاركه مغربيه ايضا ديال فريق مغربي اللي نتمنوا انه يحقق نتائج ايجابيه ويفرح الجماهير، اللي الاكيد انه مباريات الانديه المغربيه غتكون عندها جماهير كبيره وغتكون مواكبه كبيره من طرف الجماهير وتشجيع هذه الفرق هذا. من جهه اخرى اعتقد انه الرساله وصلت للعالم باكمله، الكل كان يشكك في قدرات مدينة العيون وفي قدرات عاصمة الأقاليم الجنوبية لاحتضان حدث كبير بحال هذا. حاولت مجموعة من الجهات المعادية لهذا الوطن هذا أنها تبخس إمكانية احتضان مدينة العيون وتحاول أنه تحيد هذه البطولة كما كنقولوا بهذا المعنى لمدينة العيون، ولكن اليوم العيون تحت هي عاصمة لإفريقيا. العيون اليوم إفريقيا كاملة متوجهة لمدينة العيون لمتابعة واحد الحدث إفريقي اللي هو مهم وبارز، حضور أقوى الأندية وأعتد الأندية على مستوى كرة اليد على المستوى الإفريقي، وبحضور شخصيات ورياضيين بارزين في مجال كرة اليد على المستوى الإفريقي. كنظن أنه اليوم أيضا عشنا افتتاح ديال واحد القاعة اللي كتبقى معلمة تاريخية في المغرب، لأنها تعتبر من أفضل القاعات على المستوى الوطني. غيكون افتتاحها اليوم بإجراء أولى المباريات على أرضية هذه القاعة هذه، والأكيد أن مدينة العيون مستعدة دائما لاحتضان أي منافسة كيفما كان نوعها. وكيف تابعنا قبل البطولة فمجلس جماعة العيون كان وجد جميع الإمكانيات من أجل نجاح هذه البطولة هذه، ووفر واستنفر جميع المصالح دياله لنجاح الهدف الرياضي دياله. والأكيد أنه إذا كانت منافسات مستقبلية فمدينة العيون على أتم الجاهزية، وكاين مفاجآت أكثر في قادم السنوات إن شاء الله فيما يخص المجال الرياضي. شكرا. احنا يكون لنا شرف أن نشاركوا في المبادرة هذه، إن شاء الله يا ربي بديناها بأول انتصار لنا وإن شاء الله لكم انتصارات القدام. الحقيقة تنظيم كان طيارة برشا، كان قناع كوشة لغو من عند إخواننا المغاربة، حسنا إن شاء الله نكونوا شرفنا المرأة التونسية ورأيتنا تونس بأحلى حلة إن شاء الله. نادي زلفين الكابتن إكيب سيف ساحل. الحقيقه كومبيتيشن هذه اول مره نشاركوا فيها، اون تري بيان بريباري لا كومبيتيشن. بنات صغار موين داج نتاعنا الكل 21 عام قاعدين نفيزيو القدام، جينا باش نربحوا اكسبيريونس، ماناش جايين نلوجوا على حتى شيء اخر. الحمد لله اليوم كنا ند للند الجمعيه كبيره بريميرو، ان شاء الله الجاي خير ونكونوا على اوتور.